هنعمل مع بعض ميلك شيك، بسكوت الشوكولاته، عندي ايس كريم، عندي لبن، عندي كاكاو بودره، عندي شويه من بشر الشوكولاته، وعندي شويه من بسكوت الشوكولاته اللي هو بالكريمه. على طول كده هاخد البسكوت بتاعي اهو، نزل معاه شويه من اللبن، ومع دول هنزل كميه الايس كريم اللي عندي. ونسبه الايس كريم للبن هو ده اللي بيتحكم في تقل القوام بتاع الميلك شيك نفسه اللي هنعمله، فاحنا عايزينه بقى يبقى تقيل كده. هنملى ايه بالايس كريم اكتر، وبعد كده لو حبينا نخفف هنبتدي نزود لبن تاني. بص الايس كريم من الذكاء ان لو هنعمله ميلك شيك نسيبه الاول يسيح في درجه حراره الغرفه، يبقى سهل وهو بيتضرب. هاخد كاكاو هنزل شويه منه اهو. الكاكاو هنا كان بنستعمله بيساعدنا في اللون اكتر حاجه، لان طعم الكاكاو في وسط الحاجات اللي احنا حطينا دي مش هيبقى باين قوي غير لو زودنا عن كده. نبتدي نضرب البسكوت مع بعض. نزود شوية لبن مش كتير خالص. حلو، نعمل حاجة جارنش كده، نلعب مع بعض شوية. ادي بش شوكولاتة، نزله هنا في اي بولة كده. عندي هنا صوص شوكولاتة، طبق اجيب الكاس بتاعي اهو، منه كاس تاني نفس القصة. وعلى طول هننزل، الله، شالي مهاتنا الظريفة، ونبقى عملنا ميلك شيك بسكوت الشوكولاته.